السلام عليكم اخوتي، اش اخباركم؟ كي صبحتوا؟ كيف ضليتوا؟ ها لقيت هذا الفيديو ديال يمكن ولد خونا عيمة، يمكن سميتو سعيد ومرتو ناضت السيادي. عاوتاني هاد المرة الكبيرة راه قلتها لكم، راه قلت لك هادي ما غتمشي للمقبرة حتى غتشتت العائلات كاملة. عاد غتمشي علاش؟ على قبل الفلوس اللي عطاها شي حاجة وقال لي انو دي عيري فلان كتنوض. شفتي هاد المرة هادي؟ الا قالوا ليها نوضي عيري الولاد الصغار وقولوا لي مرة ماشي ولادهم ونعطوك الفلوس، والله العظيم تديرها وتقولي تقول لي مرة ولادكم ماشي ولادكم، راه والدين عب الزنقة، والله يتديرها هاد المرة. يعني على قبل الطموع الدنيا يمكن قالوا لها الفلوس اللي كتاخدي والفلوس اللي عندك يمكن غديهم معاك تشري بهم قصر في الجنة ولا في جهنم، وحاشا دي غتمشي للجنة لأن مدمر عائلة كاملة. هاد الخلقة هاد المرة هادي مدمر عائلات، هي راه راجلة بواد دراري قتل راسو انتحر القوم قجوج بسبب أشنو؟ الله أعلم. هادو من فم بناتها، من فم بناتها هما اللي قالوا هاد الشي. يعني هاد المرأة ما غادي تفكوا منها حتى تمشي عند الله اللي جابها. هاد الشي اللي كاين اخوتي. هاد الفيديو غادي يجي قليل لانني خارجة تصبح، يلا لقيتو قلت خليني نتشارك معكم اشنو على شنو السبب اللي ناضت مرت ولدها. المرة الأولى اللي كانت عندو طلقاتو منها وعندو ولدو كبير وولدو بوليسي وعمرو ما شاف ولدو بسبب
هاد العقروشة، بسبب هاد العقروشة طلقات لي المرأة وبغات تطلق لي تا هادي. شفت اخوتي، هاد الانسان، هاد المرأة طامع الدنيا مسطيه، ما انها عندها الاراضي ديالها 8 القطار ولا الله اعلم، ما كياخدوش منا ولادها درهم. فين كدير دوك الفلوس؟ الله اعلم، ربي اللي كيعلم. هادي رانا قلتها لكم ونعاودها لكم. شفتي اي واحد ناض قال ليها عيري في اعراض ولاد ولادك، غتنوض تعيرهم. بس هادشي اللي كاين اخوتي، ديروا لايك وبارطاج، خليكم على خير. وهاديك اللي قلت ليها البارح، غادي نحط لك تصاور كتبي اشنو، ما طلعاتش لانني خايفه نحط لها تصاورات، ولكن انا لا كتهمني القناه ولا كتهمني نحط تصويرتها. غنحط تصويرتها ونحط اعراض ديالها اللي كدير في التيك توك، فهمتي؟ فهمتي؟ راه باقاك حاطك في راسي، كنتسناك طلعي تكتبي ليا. يلا باي باي، خليتكم على خير اخوتي. كيسحبوا الناس كل حيط قصير، ما كيعرفوش كيفاش يجبدوا الناس من اليوتيوب. وشفتي ولو تبدلي، شي تبدلي ديك السميه تحط سميه اخرى، غادي نعرفك. ما غتعرفيش كيفاش غادي نعرفك، لانكم خاصكم تكونوا ذكيين ذكيين. خليتكم على خير اخوتي، يلا باي باي.